لم يعلن موقف واضح عن حكومة الكاظمي، لأننا حاضرون بقوة عبر تمثيل وزاري جيد يضم ثلاث وزارات، يعني يقصد سائرون. صح أم خطأ؟ شوف، بالبداية عندما جلسة اللجنة السباعية مع السيد مصطفى الكاظمي وطلبوا منا أن يخلي آلية لاختيار الكابينة الوزارية تنطبق على جميع الكتل السياسية، السيد مصطفى الكاظمي طبعا اتفق وياهم هكذا، لكن عندما ذهب للأخوة، جلس مع الأخوة الكرد والأخوة السنة، خذ وزراء من عندهم بالأسماء، ومن اجى للمكون الآخر وهو الكبير المكون الشيعي راد يطبق عليهم وهو يختار الأسماء، فمن طول فرصة جاب أسماء يعني كارثية، فهنا صار الاعتراض، صار اعتراض واضح، وكان آخر اجتماع قالوا له خلال 48 ساعة تغير الوزراء، جاب وزراء مرة ثانية يعني عليهم ملفات فساد، ما تفضل الوزير ومؤشرة يعني موجودة هاي الملفات وعليهم مشاكل كبيرة، فكان موقف واضح للفتح وسائرون انه ما يرشحون اي اسم بس يعترضون على اسماء، وعلى ان يعني يروح بدلهن؟ ايه نعم، هذا الاعتراض معناه يروح بدلهن بس احنا ما نتدخل، ما نتدخل نعم، بس اذا تجيب لنا شخص عليه مؤشرات نعترض عليه، ولذلك الاعتراضات لحد الان مستمره على الاسماء، يعني لا احد يعتقد يعني الحكومه سهله المرور، الموقف صعب، وراح تشوفون يعني بالجلسه مثلا الاكراد يردون اول ما يبدي التصويت على وزرائهم حتى يضمنون، وبعدين اشترطوا هذا الشيء يعني اكو هكذا كلام بالذات وزير الماليه، اي فراح يصير مشاكل، يعني مو سهله تمر الحكومه، يعني صعب جدا جدا جدا، يعني كما تجيب لك فريق ضعيف وتلعبه ويا البرازيل، يعني اذا فاز هاي الا بقدره رب العالمين. زين الفريق الضعيف منو والبرازيل منو؟ ها؟ بس خلينا نفهم، الفريق الضعيف منو؟ اي والبرازيل منو؟ والبرازيل منو؟ البرازيل مجلس النواب. زين والحكومه ضعيفه راح تجي، فما اعتقد النواب لهم موقف وطني، راح يكون احنا ما نصوت على اي مرشح فاسد كنواب، لو كنواب احنا ما احنا كنواب اذا يجي لنا لانه هذه براءة ذمة امام الله، انا شخص اعرفه فاسد وعليه مؤشرات وملفات موجودة، كيف اصوت له يكون وزير؟ هو اذا كان في منصب سرق، فكيف اذا يصير منصب وزير؟ يعني احنا نريد نبيع البلد لو نجيب حكومة متهالكة مجرد اسمها حكومة، هذا العراق اليوم، العراق اسم كبير وعليه اليوم تكالب اقليمي، اليوم دول المرشحين بوزارات سيادية، هاي واحدة من الوزارات تدشير لها سيادية بها فلوس وغير سيادية، النفط بعد مختلف، ها وزارة النفط هو احد الاشكالات الكبيرة عليه، مرشح النفط طبعا،